الله سبحانه وتعالى يقول ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. لذلك بعض الناس بيبدأ يحلل ويظن أنه هذول الناس طب أكيد عندهم مستشارين وتفاصيل، لكن خلي في ذهنك ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، والله لا يهدي القوم الظالمين. وعلى فكرة مثل هذه القوانين هذا ممكن يدل على عدة أمور. الأمر الأول هو وين تبدأ الحاكم يبطش، ببطش ويخوف الناس لما بيخاف هو، لما هو بيخاف، كل ما خاف كل ما بطش. هذه دلالة، يعني هذا السلوك اللي بيسلكوه أمثال الطغاة اللي ما بيكفيش لهم 100 سنة بيهدروا في أموال الشعب في جزيرة العرب، ومش بس على فكرة ويتآمرون على الشعوب كلها، وحتى لا يريدوا للشعوب العربية والإسلامية إنها تملك إرادتها، وبيفسدوا في الأرض، وإعلامهم اللي طول عمره بيفسد الناس. وتصوروا قال يعني برضو من اللي بياخذوا 5 سنين و3 ملايين ريال اللي كمان بيقفز على الآداب العامة، ومين اللي بيقفز على الآداب العامة وبدخل الفجور لبيوت كل الناس في وسائل الإعلام؟ إعلام مين؟ لكن هم بدهم يستغلوا هذا القانون في إرعاب الناس. إذن هم مرتعبين، هاي واحد، هم مرتعبين. ديروا بالكم اللي قاعد على الكرسي بيكون أي صيحة يحسبون كل صيحة عليهم، ولذلك هم بيكونوا خايفين، فلما بيخاف بيحاول يبطش. ثم لما هو ليش بيصدروا مثل هذه القوانين؟ مشان يلقوا بالرعب في نفوس الناس. مشان الناس ايش هو الحقيقة؟ الحقيقة غالبا الناس ايش راح تعمل؟ هو الناس لما يغلق في وجهها ابواب حتى الكلمة تبدأ تفكر في استخدام القوة. ولذلك يعني ما ظنوش يعني شعب الجزيرة العربية ساكت، لا، راح يطلع منه أبطال، ومش راح يسمحوا لأمثال هؤلاء بعد ما انكشفوا في عدائهم للأمة، إهدارهم لمصالحها، إهدارهم لأموالها، قفزهم على الدين وعلى القيم وعلى المبادئ. ما تتصوروا إنه شعب الجزيرة العربية يعني بيسكت، ولكن إذا هم بيقصدوا يخوفوا تمام، هذه أهم قضية حتى يكون الناس على يقين إنه فيش مجال إلا الطريقة المناسبة مع أمثال هؤلاء الطغاة. ولذلك ممكن نصير نسمع فيما بعد تنظيمات وتفاصيل طويلة وما ندري إيش ممكن يحصل، سواء كان بين الشعب أو في الجيوش